أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. عنوان المحاضرة اليوم: الموازنة المنزلية. الشركات الكبيرة أيها الإخوة، الدول، الوزارات، المؤسسات، المشافي، الدوائر العامة، كلها تعد في مطلع كل عام موازنة. الآن البيوت إذا أرادت أن تنجح من الناحية الاقتصادية، مطلوب إليها أن تعد موازنة، أن تضع خطة كيف سأنفق المال الذي يدخل إلي. أنا شاب متزوج وعندي ولدان، دخلي كذا، كيف سأنفق هذا الدخل؟ الآن سأضع خطة، هذه الخطة تسمى موازنة. هل يجوز شرعا أن أضع موازنة؟ يعني أخي الأمر مو خلاص، أنت أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يا أخي أنت اللي معك ادفعه وخلاص، ما يهمك، رب العالمين هو متكفل بك ومتكفل بزوجك ومتكفل بأولادك. الحقيقة صحيح، رب العالمين متكفل بنا جميعا، لكن أدبا مع الله عز وجل أنا أضبط خرجي وفق دخلي. أدبا مع الله عز وجل، أنا قلبي معلق بالله عز وجل، هو الذي يطعمني، هو الذي يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، أنا وزوجي وأولادي، صحيح، لكن أنا أدبا مع الله عز وجل أحافظ على النعمة التي أعطاني إياها بهذا الدخل، وأوزعها بشكل مقبول على احتياجاتي، وأضبط هذه الموازنة شكرا لله تعالى، وهذا نوع من أنواع الشكر لله عز وجل. ماذا نستفيد إذا وضعنا موازنة؟ يعني ليش واحد يضع موازنة؟ الآن ستشاهدون تطبيقا عمليا كيف نضع الموازنة المنزلية خلال شهر. شو بستفيد؟ أول فائدة أيها الإخوة لوضع الموازنة أن أحقق التناسب بين الدخل والخرج، وهذه فائدة شرعية ومالية وحياتية واجتماعية كبيرة. ذلك لأن عددا من الشباب أو من الرجال أو من النساء لديهم دخل، لكن بيقول لك يا أخي أنا بعشرة بالشهر عم يخلص كل مصروفي. من فوائد الموازنة تحدد لي أولويات الصرف. الآن ستشاهدون أنا سأكتب المصروفات التي يعني تمر علينا جميعا، بس أنا عندما أعلم بأن دخلي 100 وأعد الخرج بيطلع 130 مثلا كتخطيط، فبيطلع معي في 30 زيادة، إذن هالثلاثين أنا لازم أحذفهم. من أين سأحذف هالثلاثين؟ سأحذف هذه 30 من المصروفات غير الضرورية. من فوائد الميزانية تحقق نسبة من الادخار، يعني أنا بحط خطة أنه أنا كل شهر بدي أقيم 2000 ليرة، بالسنة 25,000 24,000 فورة سوري. الموازنة بتساعدني كيف أنا أمن هالألفين ليرة سوري اسحبهم من دخلي. من يستعفف يعفه الله، من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله.